جبتي لبس الشتا السنه دي؟ بقى صعب صعب، كل الاسعار بقت فوق خالص بصراحه، حتى الاطفال ما بقينا مش عارفين نجيب خالص، كل حاجه بقت نار بصراحه. لو هتحطي ميزانيه لبس الشتا هتجيبي لبس الشتا بكام؟ مش هجيب اصلا. جبت لبس الشتا السنه دي؟ ايوه. جبت ايه؟ جبت جاكيت جبردين وبطلون وكوتش. بكام؟ ب1300. انت كنت حاطط ميزانيه 1300 عشان تنزل جدا؟ كنت حاطط في حدود 900 جنيه كده. طب انت ايه رايك في الاسعار السنه دي كده؟ مش حلو. جبت لبس الشتا السنه دي ولا لسه؟ جبت لبس الشتا. ايه الاسعار اكبرها؟ ايه اسعار غاليه جدا جدا طبعا. لو هتشتري جاكيت يبقى 600 جنيه 700 اقل حاجه، بس لو هتشتري بقى حاجه صوف او كده برده من اول 300 400، يعني الدنيا غاليه جدا. جبت لبس الشتا السنه دي ولا لسه؟ لا الصراحه لسه. طب لو هتحطي ميزانيه عشان تشتري لبس السنه دي هتشتري لبس كام؟ يعني اقل حاجه 2000 جنيه عشان بس اجيب مثلا طقمين او ثلاثه. 2000 جنيه. جبتي لبس الشتا السنه دي؟ بصي هو انا ما جبتش لبس يعني عشان لبس غالي طبعا، يعني بابايا يعني مش احنا 4 افراد في البيت اكيد يعني مش هيكفي لينا ان احنا نجيب اللبس يعني. اللبس يعني اقل حاجه طقم هتجيبيه دلوقتي ب1500، اللي هو تيشرت بلوفر بنطلون كده. ايه رايك في الاسعار؟ هو بصراحة الأسعار عالية جدا، ومش كل الناس هتعرف تجيب ده، ممكن الناس تستخدم القديم علشان تقدر تكفي حاجات تانية أهم زي الأكل، يعني هو إذا كانوا ياكلوا يلبسوا، فإن أكل ولبس فأعتقد مش هيقدروا يسدوا الاتنين في وقت واحد، فهو هيعتمدوا على حاجة اسمها البلاد بقى هيعملوا إيه.